مساء الخير محمد ولكل مشاهدي قناة زين نيوز. إذن متواجدون هنا بملعب الصداقة بكوطون بالبنين، أين يجري المنتخب الوطني حصته التدريبية قبل لقاء الغد أمام مضيفه المنتخب البنيني لحساب الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كان 2019. قبل بداية الحصة زميلي محمد، تلقت بعثة المنتخب الوطني بعض العراقيل من أجل الحصول على غرف تغيير الملابس، حيث وصل المدير العام للمنتخب الوطني حكيم مدان قبل لاعبي المنتخب الوطني بحوالي نصف ساعة، وكان يبحث عن غرف تغيير ملابس المنتخب الوطني، إلا أنه تلقى بعض العراقيل من عمال الملعب، وهو ما جعل الحصة التدريبية تتأخر نوعا ما. إذن هنا الحصة التدريبية بدأت الآن مع الزميل نسيم بوسعدية، سيوافيكم بالصور، صور الحصة التدريبية التي انطلقت منذ حوالي 5 دقائق فقط. إذن كل الأمور مهيئة هنا بملعب الصداقة بالبنين من أجل إجراء الحصة التدريبية، الحصة التدريبية الأخيرة قبل لقاء الغد أمام المنتخب البنيني. الصور ستشاهدونها مع نسيم بوسعدية. هي إذن هذه هي صور تدريبات المنتخب الوطني. إذن كما تشاهدون الحصة التدريبية انطلقت منذ قليل، واللاعبون الآن يجرون عمليات الإحماء رفقة المحضر البدني في انتظار وصول الناخب الوطني جمال بلماضي الذي هو داخل غرف يتحدث مع مسؤولي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. هو الآن على كل حال في أرضية الميدان يراقب ويشاهد تدريبات المنتخب الوطني ويتفقد أرضية الميدان، يتمشى بكرة القدم بالكرة من أجل الوقوف على جاهزية أرضية الميدان. هو الآن وكأنه يختبرها، هو يختبر أرضية الميدان جبل بلماضي، يداعب الكرة، وذلك من أجل الوقوف على جاهزية أرضية الميدان التي تأثرت نوعا ما بالأمطار الغزيرة التي تساقطت اليوم. أمطار كثيرة جدا وغزيرة تساقطت صباح اليوم بمدينة كوتونو، هي ربما ستؤثر على أرضية الميدان، بالرغم من أن عمال الملعب قاموا بمجهودات كبيرة وحرمونا من الدخول صباحة اليوم لتفقدها، إلا أنها تبدو سيئة للغاية. ربما المنتخب الوطني سيواجه صعوبة كبيرة في فرض طريقة لعبه بالتمريرات والقصيرة وأيضا الجري بالكرة، في حين أن المنتخب البنيني متعود على مثل هذه الأرضيات، خاصة وهو يلعب على ميدانه بملعب الصداقة. إذن نعم، اللاعبون دائما رفقاء محرز، رفقاء مندي، يواصلون عملية الإحماء من أجل الدخول إلى التمارين التطبيقية. يذكر بأن الاتحادية الجزائرية سمحت للصحافة الجزائرية بحضور هذه ومتابعة الحصة التدريبية للمنتخب الوطني لمدة 20 دقيقة فقط بالتنسيق مع الكاف، وهو ما معمول به في كل المباريات بين ربع ساعة وعشرين دقيقة.
والآن جمال مناد، أو عفوا أقول جمال بالماضي، في حديث رفقة مساعده دائما حول أرضية الميدان، وكأنه يركز على وسط الميدان من أجل لم يذهب كثيرا إلى منطقة الهجوم والدفاع، وإنما بقي في وسط الميدان، وكأنه أكيد أنه يعرف بأن قوة المنتخب الوطني هي في وسط الميدان، والاستحواذ على الكرة في وسط الميدان ربما هو مفتاح الفوز في مثل هذه المباراة، في حين أن المدير العام للمنتخب الوطني نعم في بالنسبة لحكيم مدان المدير العام هو في حديث رفقة أعضاء أو رفقة وفد أعضاء الوفد الجزائري من أجل إطمئنان على غرف تغيير الملابس إن أعجبت المنتخب أم لا. بالنسبة لتعداد فكل تعداد حاضر هنا في حصة اليوم، نشاهد في الصور مع الزميل نسيم بوسعدية كل اللاعبين حاضرون في هذه الحصة التدريبية، والكل يتدرب الآن ويجري عملية الإحماء، وهي الآن الكل على كل حال يبدو عليه مركز في هذه المباراة، تركيز كبير للاعبي المنتخب الوطني. الكل لما دخل الملعب كان يتنفس بطريقة غريبة وكأنه يريد التعود على هذا المناخ. الكل دخل إلى الملعب اختبروا أرضية الميدان، ومن ثم الكل كان يتنفس بطريقة خاصة من أجل التعود على هذا المناخ الخاص بمدينة كوتونو. الحرارة مرتفعة وأمطار موسمية في كل مرة تتساقط بين الحين والآخر. لما نشاهد الحصة التدريبية الآن على المباشر من ملعب الصداقة بكوتونو، نشاهد كل اللاعبين مركزين على هذه المباراة، رياض محرز، عيسى ماندي، حتى المحضر البدني يجري عملية الإحماء بحرارة وكأنه يريد إدخالهم منذ الآن في مباراة الغد ضد المنتخب البنيني. الكل يبدو عازما، حتى طريقة مشي اللاعبين ليس فيها لكلل ولا ملل ولا كسل، الكل يتحرك، الكل يجري عملية الإحماء بكل تركيز. والآن الكل يتوجه عند المدرب نحو المدرب جمال بالماضي لتقسيم التشكيلة أقول إلى مجموعتين، وذلك لإجراء التمارين التطبيقية التي ستبدأ بعد قليل. إذن جمال بالماضي يتحدث مع لاعبيه، أكيد بأنه سيتحدث على أرضية الميدان، وأكيد أنه سيتحدث على أرضية الميدان وسيتحدث أيضا عن الطقس، أكيد سيلقي خطابا حماسيا على اللاعبين، سيقول لهم نحن هنا، أكيد بأنه يقول لهم نحن هنا الآن لا بديل عن الفوز مواصلة سباق أو مواصلة مشوار التأهل إلى كان 2019. إلى حد الآن تقسيم التشكيلة إلى مجموعتين، نشاهد بغداد بونجاح المجموعة الأولى، بغداد بونجاح رفقة بالعمري، رفقة حليش، درفلو، عطال، ومحرز، بن طالب، طيدار، نعم هذه هي المجموعة الأولى، في حين المجموعة الثانية ستكون مشكلة من رشيد غزال، قديورة، بن هني، أيضا إسحاق بالفضيل، إبراهيمي، نعم هذه هي التشكيلة الثانية، في حين أن الحراس يتدربون في أمام المرمى رفقة مدرب الحراس. ربما ليست هذه هي ربما
تقسيم التشكيلة لمجموعتين ربما هو الآن يريد به بالماضي، بما أن الملعب هنا مكتظ وفيه رجال إعلام ربما يريد إخفاء أوراقه، بما أن لما تشاهد بنجاح في مجموعة وماندي في مجموعة أخرى وفغولي في مجموعة أخرى بسبعيني، لا يمكن أن نعرف الآن ما هي أو من هم اللاعبين الذين سيشاركهم أساسيين. هي ربما خطة فقط من أجل إخفاء أقول أوراقه أمام رجال الإعلام. أكيد بعد خروجنا من هنا رفقة كل الصحفيين المتواجدين سيغير ربما القرصان بين اللاعبين وسيحاول التركيز والعمل بجدية أكثر مع اللاعبين الأساسيين. طارق، زميل محمد، نشاهد عمليات الإحماء والتمريرات القصيرة. ربما الشيء الملفت للانتباه هو أن لا وجود لرواية أو لحكاية ومشكل لاعب المحلي أو اللاعبين الذين خرجوا من المنتخب الوطني. الكل هنا الكل يتفاهم مع بعض. لما ترى عطال مع بن طالب أو حتى بن سبعيني رفقة رشيد غزال أو ماندي رفقة الكل، يعني هنا وكأنهم عائلة واحدة. لا يوجد لاعب محترف أو لاعب خرج من البطولة الجزائرية أو شيء من هذا القبيل، يعني الكل هنا يتفاهم فيما بينهم. الأمور هنا تبشر بالخير لمباراة قوية غدا بملعب الصداقة. نشاهد الكل هنا مركز يركز بطريقة جدية و نعم نشاهد دائما التمارين التطبيقية هنا. أكيد بأن كل تمارين ستخفى إلى حين خروج صحفيي ورجال الإعلام. نعم، وتشاهدون الآن ربما بعد تمريرات بين اللاعبين بين نعم نشاهد رياض محرز أيضا عطال على الصورة اللاعب الذي أدى مباراة قوية جدا جدا في لقاء الذهاب. إذن هذه تدريبات المنتخب الوطني قبل لقاء الغد أمام المنتخب البنيني. كل هنا واثق من نفسه، حتى جمال بالماضي كان يخاطب اللاعبين بلغة الواثق من نفسه من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، ولما لا تحقيق الفوز وإنعاش حظوظه في التأهل مبكرا إلى كان 2019. الأمور هنا حتى الطقس ليس بالحار جدا، لأن صباحة اليوم تساقطت أمطار غزيرة وأنعشت نوعا ما الطقس هنا بالبنين، بالرغم من أن الرطوبة تبقى عالية، إلا أن الكل هنا في المنتخب مجند بملعب الصدقة ويجري حصة تدريبية أخيرة قبل لقاء الغد، والكل هنا يركز ولا حديث إلا عن الفوز بالنقاط الثلاث والتأهل مبكرا إلى كان 2019.
نعم، إذن شكرا جزيلا لك حسن بري ومفد قناة زين نيوز إلى العاصمة البنينية كوتونو. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، وللزميل نسيم بوسعدية على هذه الصور المباشرة من الحصة التدريبية التي يجريها المنتخب الوطني الجزائري في توقيت مباراة يوم غد لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لتصفية كأس أمم إفريقيا 2019. وستستمر تغطيتنا لتحضيرات المنتخب الوطني إلى غاية يوم غد بحول الله تعالى، وذلك في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. إذن